أشادت النائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون العمليات آنا بيردي بما تحقق من نتائج للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر والنجاح في إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإتمام صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة. جاءت تصريحات النائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون العمليات خلال فعاليات اجتماع الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وأثنت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون العمليات في ذات الوقت بجهود مصر في التنسيق مع شركاء التنمية المختلفين لدعم مشاركتهم في مشروعات محددة. أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين اعتزاز المنطقة الاقتصادية بالشراكة الطويلة مع الاستثمارات الصينية ونجاح تجربة التعاون المصري الصيني في منطقة تيدا مصر للتعاون الاقتصادي التي يصل حجم استثماراتها لنحو ملياري دولار من خلال 150 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مؤتمر التعاون والتبادل بين مصر والصين في مدينة تشينغ يانغ الصينية في إطار تعزيز التعاون مع كبرى الشركات الصينية خاصة في مقاطعة تشينغ يانغ. وخلال المؤتمر تم التوقيع على 14 اتفاقية لكبرى الشركات الصينية لإقامة العديد من المشروعات داخل مصر بمشاركة القطاع الخاص المصري. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران وتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط. صعدت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 42% إلى 87 دولار و 48 سنت للبرميل، فيما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 53% إلى 83 دولار و 17 سنت للبرميل، وكلاهما متراجع للجلسة الرابعة على التوالي. صعدت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 55% لتصل إلى $2.55 للتر، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.63% لتسجل $1.79 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أجرى وزير النفط الهندي هاردب سينغ بوري اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك هيثم الغيص، مؤكدا على أهمية الموازنة بين الواقعية وبين استقرار السوق والقدرة على تحمل التكاليف. كما ناقشت المحادثات بين مسؤولي الهند وأوبك الاتجاهات والتقلبات الأخيرة في سوق النفط العالمية وتأثيرها على استقرار الطاقة مع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك. وتستورد الهند أكثر من 85% من احتياجاتها النفطية، كما تعتمد على منتجي النفط في الشرق الأوسط ومعظمهم أعضاء بمنظمة أوبك لتلبية القدر الأكبر من واردتها. تراجعت بورصتا الإمارات مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد أن شنت إسرائيل هجوما على إيران. انخفض مؤشر بورصة دبي الرئيسي بنسبة 0.8% حيث جرى تداول معظم الأسهم في النطاق السلبي، وأغلق مؤشر أبو ظبي منخفضا بنسبة 0.6% مسجلا أدنى مستوى في أكثر من عامين. ووفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن، سجل مؤشرا دبي وأبو ظبي خسائر أسبوعية بنحو 1.6% و1.2% على الترتيب. تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من شهر بعد أن أثار تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قلق المتعاملين في جميع أنحاء العالم. تراجع مؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.6% ليخسر 1.6% هذا الأسبوع. اتجه المؤشر صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر الماضي إذ استمرت الخسائر. انخفضت مؤشرات الأسواق المالية في الاقتصادات الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بنسب تتراوح بين 0.6% و9.1%.
في بورصة وول ستريت استقر المؤشرات داون جونز وستاندرد أند بوز خلال التعاملات مع انحسار المخاوف المبدئية بشأن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. ارتفع مؤشر داون جونز الصناعي بنسبة 0.7%، بينما هبط مؤشر ستاندرد أند بوز بنسبة 0.11%. كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 0.35%. خفضت وكالة التصنيف الدولي ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لإسرائيل من AA- إلى A+، كما خفضت النظرة المستقبلية الائتمانية لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية. جاء انخفاض بسبب الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران والعدوان المستمر على قطاع غزة والتصعيد على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان. وفي إعلان ستاندرد أند بورز تقدر الوكالة أن التصعيد الأخير في الصراع بين إسرائيل وإيران يزيد من المخاطر الجيوسياسية التي كانت مرتفعة على أي حال بالنسبة لإسرائيل. تتوقع وكالة التصنيف أن يتسع العجز المالي للحكومة إلى 8%، وهو أعلى من هدف الحكومة البالغ 6.6%.